صلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. الحمد لله رب العالمين في جوار الكعبة المكرمة. نحن أنا من العراق والأخ من الجزائر والأخ من مصر. يجمعنا حب الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. إن روحانية الله محمد رسول الله. أريدك تتحدث عن الروحانية الموجودة هنا. الروحانية شعور لا يشعر به إلا من أتى بهذا المكان. شعور سبحان الله جنة. يعني ليش عندما من نقف في مكان حتى الكلمات تذهب من عندنا لا نجد كلمات توصف غريب. هذا الوصف الموجود عندنا سبحان الله. ما في كلمات توصف ما أنا أعلامي لكن من أصل إلى مجد النبي والكعبة ما تجد عندي كلمة سبحان الله. شيء توصل قبر النبي سبحان الله تقول كنا نسمعه في السيرة تاعه الآن هو أمامنا في القبر لا إله ونلتقي مع الحاج طه. من جمهورية مصر العربية أم الدنيا من عزك. التقينا معه في مكان جميل وطاهر مكان قلنا تعجز الكلمات عن وصف المكان. ننصح ان احنا نيجي نحن امام الكعبة التي نتجه اليها في الصلاة الان نحن امامها خطوات بسيطة شو تقول لل ينصح ان الكل يجي لان احنا عندنا بمصر مثلا الناس بتنزل مصايف لما نصرف فيها قد كده فما بالك مثلا لما نيجي في اماكن مقدسه مكه ما فيش احسن منها بصراحه. تمام انا كانت اول زياره ليا من 20 سنه كنت لسه طفل صغير. تمام ثاني زياره كانت من 6 شهور هاي ما تنحسب لان ما كان بوعيك كنت لسه طفل صغير. تمام الزياره الثانيه بقى اللي هي الاساسيه كانت من 6 شهور في رمضان الحمد لله وربنا ما يقطعناش عاده دايما ودي الزياره الثانيه بقى اللي هي تعتبر الايه واحنا كبار اي فربنا يا رب يكرم تمام ويرزق كل مشتاق يا رب ربنا أيوة يرزق كل مشتاق أيوة يرزق كل مشتاق يا رب. يعني مثل ما احنا الان في فرحه وغبطه وسرور امام بيت الله الحرام ندعو الله سبحانه وتعالى من هذا المكان اللي يقبل فيه الإجابة أن الله سبحانه يعني يعطي ويتوفر الوسيلة إلى زيارة بيت الله الحرام. اللهم آمين يا رب. الله يسهل أمره بحق اللهم آمين يا رب. نختمها بقى بصورة من الكعبة كده هي رأيك. زرت الرسول؟ لسه إن شاء الله. لا إحنا زرنا. ما شاء الله. ايه احنا بنختلف العراقيين بننزل مباشرة على المدينة المنورة. احنا في عندنا تعال تعال من هون. هذا برنامج بنعمل حضرتك اصور فيديو وتعمل له بنفس اللحظة. ايوه يعني بقى اشوف الان اصور فيديو اخذ صورة بنفس اللحظة.